iliyo mbele yako ni keki ambayo ina uzito wa kilo 100. Sasa wale ambao wanakereka, tutawakera sana, tutawakera. Hii ni keki tunaikata kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi baada ya dua sharifu, Mheshimiwa Waziri, hakadha almawalid sabi maulid nabawi أو بمولد البدوي أو الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الفاطمة أو علي أو غيرهم من الناس، كله بدعة لا أصل، ولو فعله كثير من الناس اليوم، لأن البدعة اليوم لا تحصى والمعاصي لا تحصى اليوم، وليس فعل الناس حجة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف الصالح. أما فعل الناس فيفعلون الخير والشر، فليس فعلهم للموالد حجة على شرعيتها. فأقوال الناس وأفعال الناس تعرض على الشريعة ولا يحتج بها على الشريعة، تعرض على ما قاله الله ورسوله، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد أجمع العلماء على أن هذه البدعة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في أحد القرون المفضلة ثلاثة، وإنما أحدثها بعدهم الفاطميون الرافضة الذين حكموا مصر بلاد المغرب مدة من الزمان إلى القرن السادس، ثم أحدثها آخرون. هذا هو أصل هذه البدعة. فهل يرى مؤمنون أن يكون سلفه في هذه البدعة الروافض؟ لا ينبغي لعاقل أن يرضى بهؤلاء السلف. نعم، الله المستعان. نعم.